الخير على كل حبايبي، واهلا وسهلا بيكم. يا رب يكون الجميع بألف صحة وخير، وتابعونا ان شاء الله هتلاقوا عندنا كل الاخبار الجديدة والحصرية على عالم النوعات. تعالوا بقى نشوف الخبر ده معانا. مكروهة وجزمة زينب رقبتها، ريم البارود تسب الاعلامية ريهام سعيد. تعالوا بقى نشوف تفاصيل الخبر ده ونعرف ايه اللي حصل بالظبط. تداول رواد السوشيال ميديا في خلال الساعات القليلة الماضية مقاطع صوتية للفنانة ريم البارودي وهي تسب الإعلامية ريهام سعيد أثناء محادثة على الواتساب مع أحد الأشخاص. كما قالت الفنانة ريم البارودي من خلال التسجيلات: أنا برقبة وضفر ريهام سعيد، بتقارن مين بمين يا أهبل؟ كده هعتبرك أهبل بالنسبة لي. بص يا حبيبي، ولا تستفزني ولا استفزك، بس ما تعملش نفسك صاحب حد والنبي. وبعدين مش دي اللي معرفاك بيها ولا أي حاجة، وأنا راضية كده. زينة جزمتها برقبة ريهام سعيد. كما تبعت الفنانة ريم البارودي وقالت: والنبي بعت لها الفويزات ديت، وحياة مرض أمك عندك، بتدافع عن مين يا حبيبي؟ مكروهة، ربنا اداها كل حاجة وسلب منها كل حاجة، عيب أما تقول عذر أقبح من ذنب. بينما قامت الفنانة ريم البارودي بكتابة ستوري لديها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وقالت من خلاله: في شخص اسمه خالد حاول يصالحني، وعشان أنا قلت خيركم من يبدأ بالسلام الصلح صالحته، لكن طلعت غلطانة عشان هو وزميلته اللي مش شاغلين أي حد في أي حتة، بقيت أنا شغلانتهم، استغفر الله العظيم. كما نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو لديها عبر حسابها الرسمي على انستجرام من أحد حلقاتها وهي تتحدث عن الأشخاص ناكري الجميل الذين لا يصونون العشرة. طبعا يا حبيبي زي ما احنا شفنا كده في خلاف كبير دلوقتي حاليا يعني بين الفنانة ريم البارودي والإعلامية ريهام سعيد زي ما احنا شفنا كده. وإن شاء الله بإذن الله تابعونا برضو هتلاقوا عندنا كل جديد. أشوفكم يا رب بألف صحة وخير، وما تنسوناش بقى في اللايكات والشير والسبسكرايب عشان إن شاء الله يوصلكم كل الأخبار الجديدة على عالم منوعات. أشوفكم يا رب على ألف خير. وده طبعا الكلام اللي قالته ريم البارودي يعني في تسجيلات صوتية على الواتساب قالته لأحد الأشخاص يعني عن ريهام سعيد. أشوفكم يا رب على خير، مع السلامة.